عزيزي المشاهد، إذا سألتك من هي المباراة التي لن تنساها في حياتك في كان 2019 للمنتخب الوطني الجزائري؟ طبعا إذا كانت إجابتك منتخب نيجيريا فهذا الفيديو متأكد 100% أنه سيعجبك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم وليد من قناة وليد. إذا كنت تشاهدنا للمرة الأولى أتمنى منك الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلك كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. وأيضا كبداية لهذا الفيديو لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. ومرحبا بكم في آخر أخبار لاعبي المنتخب الوطني الجزائري وآخر أخبار المنتخب الجزائري بحد ذاته. فبطبيعة الحال في هذا الفيديو سأكشف لكم بعض الأخبار عن سعيد بن رحمة، وأيضا عن المدة الرسمية التي سيتغيب بها يعني النجم الدولي الجزائري لاعب نيس يوسف عطال، وايضا عن المواجهه الرسميه للمنتخب الوطني الجزائري التي هي مقرر اعزائي المشاهدين ان تلعب ضد نيجيريا. طبعا ليله امس يعني انتشرت العديد من الاخبار مؤكده ومن مصادر موثوقه يعني من الاتحاديه الجزائريه ومن حسابات شخصيه للمنتخب الوطني الجزائري الرسميه، يعني انتشر خبر ان المنتخب الوطني الجزائري سيواجه رسميا مباراه وديه امام نيجيريا طبعا في 9 أكتوبر سنة 2020 على ملعب جاك ليمانس بدولة النمسا. أعتقد أعزائي المشاهدين أن الجميع لاحظ النمسا يعني في هذه الصورة الظاهرة أمامكم، يعني أعتقد أن الجميع التفت لأن هذه المباراة ستلعب في النمسا، رغم أننا يعني والأخبار التي تداولت في الأول الأخيرة أن المنتخب الوطني الجزائري كان من الممكن أن يعمل معسكره التدريبي في هولندا، رغم أنني شرحت لكم في الفيديوهات السابقة أن النمسا وفرنسا رفضت يعني الدخول إلى أراضيها وعمل هذا المعسكر، وذلك تخوفا من فيروس كورونا. ولكن أعزائي المشاهدين الحمد لله يعني كما قلت لكم في الفيديو السابق يعني لم أوثق لكم ولا خبر، يعني لم أقول لكم هذا الشيء رسمي أو هذا الشيء غير رسمي، بل قلت لكم أن الأخبار دائما ما تتغير في حال عدم يعني ترسيم أي شيء. لحد الآن لا يوجد أي شيء رسمي بأن المنتخب الوطني الجزائري سيواجه المنتخب الكاميروني على الأراضي الهولندية، فلهذا أعزائي المشاهدين عندما أعطيكم أخبار يعني ممكن أن تتغير، ممكن أن تتغير لأن هولندا لحد الآن لم توافق على كل هذه الأشياء رسميا، يعني ما كانتش ليلة أمس كل شيء رسمي حول هولندا، فقد قلت لكم من الممكن أن المنتخب الوطني الجزائري سيواجه الكاميرون في هولندا. فلهذا أعزائي المشاهدين ها هي الآن ظهرت لنا الأخبار الرسمية، أؤكد لكم أن هذا الخبر رسمي من مصادر موثوقة، قالوا لنا أن المنتخب الوطني الجزائري سيواجه هذا المنتخب النيجيري على ملعب النمسا. أولا أعزائي المشاهدين حسب ما تداول أيضا أن مباراة يعني الكاميرون التي كانت متوقع أن يلعبوا ضد الكاميرون، حيث أكدت لكم أنها لم تكن رسمية حسب كلام الصحف وأيضا القنوات الجزائرية، قالوا بأن الكاميرون طبعا الكاميرون هذه المباراة سيتم إلغاؤها حسب ما تداول، لأن هذه المباراة كانت ستلعب في هولندا. هولندا يعني فرضت على الجزائر يعني قوانين يعني شبه مستحيلة، يعني صرحت للمنتخب الوطني الجزائري أنه لا يجب أن يكون أي لاعب يعني ينشط في الدور الفرنسي يكون حاضر في المعسكر، وهذه يعني نقطة ستكون سلبية للمنتخب الوطني الجزائري، خاصة نحن لدينا أبرز النجوم في الدوريات الأوروبية يعني وخاصة في الدوري الفرنسي، لدينا العديد من اللاعبين ينشطون في الدوري الفرنسي. فالاتحادية الجزائرية وجدت البديل في النمسا وذلك بمفاوضات حسب ما أعتقد، وطبعا وبطبيعة الحال يعني تم ترسيم كل شيء، وإن شاء الله ستقام هذه المباراة بدون أي مشاكل، وطبعا متأكد بأن هنالك العديد من اللاعبين الذين ينشطون في الدوري الفرنسي سيكونوا حاضرين، والحمد لله يعني هذا شيء أفرحني أنا شخصيا، خاصة أن اللاعبين الذين ينشطون في الدوري الفرنسي سيكون حاضرين، وأيضا أننا سنواجه منتخب يعني قوي جدا. فلهذا أعزائي المشاهدين كما قلت لكم في عنوان الفيديو ما هو رأيي في هذه المباراة. أولا رأيي يعني أعزائي المشاهدين واضح كوضوح الشمس، بالتأكيد أنا أحببت فكرة أن نلعب ضد المنتخب نيجيريا. منتخب نيجيريا أعزائي المشاهدين سيبقى مواجهة نيجيريا في كان 2019 عفوا أعزائي المشاهدين ستبقى راسخة في أذهان الجزائريين يعني طول العمر، لن ننسى تلك الضربة الحرة للنجم الدولي الجزائري رياض محرز، يعني لحد يومنا هذا ما زلت يعني أشاهدها في قنوات يوتيوب، وأيضا يعني ما زال لدي ذلك نفس الإحساس، يعني ما زال لدي نفس الإحساس والمتعة والشغف في تلك المباراة ونفس الإحساس لحد يومنا هذا. فعندما نلعب هذه المباراة صراحة أعزائي المشاهدين سيكون حماس مضاعف، خاصة أن تلك المباراة كانت نوعا ما قوية، إلا أن الأقوى تبقى مباراة الكوت ديفوار طبعا حبست الأنفاس أعزائي المشاهدين في ذلك الوقت. فلهذا
هذا يعني حسب رأيي هذه المباراة قوية جدا وتستحق يعني صراحة المنتخب الوطني الجزائري، وجمال بلماضي يمتحن لاعبيه في هذه المباراة، خاصة أن هذه المباراة يعني تحضيرية للمباريات الرسمية إن شاء الله، يعني مباراة في القمة، ويعني لا يوجد أي انتقاد صراحة من خانة والده، منتخب جيد. وحتى جمال بلماضي يعني أعزائي المشاهدين لم يخطئ في اختيار هذا المنتخب، وطبعا ستكون مواجهة بلاعبين أيضا ينشطون في الدوري الفرنسي، فمبروك للمنتخب الوطني الجزائري، وأتوقع أن المنتخب الوطني الجزائري سيفوز على هذا المنتخب مرة ثانية، وطبعا ستكون لدينا ذكريات يوم 9 أكتوبر إن شاء الله. ونضرب لكم موعد أعزائي المشاهدين في هذا التاريخ أي 9 أكتوبر القادم لكي يعني نناقش ما حدث في المباراة، وأتوقع أن المنتخب الوطني الجزائري هو الذي سيفوز. أما ثانيا أعزائي المشاهدين قلت لكم سأخبركم يعني عن مدة غياب يوسف عطال الرسمية. أولا تداول في الآونة الأخيرة أن يوسف عطال سيتغيب لمدة من 3 إلى 4 أسابيع حسب يعني الصحافة الفرنسية إلى غير ما ذلك، ولكن يعني كما قلت لكم يعني ذلك الشيء ليس برسمي، أنا كنت يعني ننتظر الشيء الرسمي، وها هو يعني باتريك فييرا كشف لنا رسميا عن مدة غياب يوسف عطال، هو الظاهر أمامكم يعني موقع نادي نيس، حيث كشف المدرب الفرنسي لنادي نيس باتريك فييرا عن المدة الرسمية التي سيتغيب فيها يوسف عطال قائلا يوم الجمعة الماضي يوسف عطال يعاني في تمزق عضلي في الفخذ وسيغيب عن الملاعب لمدة 1 شهر تقريبا. يعني الأخبار التي انتشرت في الأول الأخيرة هي صحيحة يعني من 3 إلى 4 أسابيع، وطبعا هذه المدة ستبعده وذلك بشكل رسمي عن مواجهة يعني نيجيريا وأيضا عن الودية الثانية التي حاليا لم يحدد يعني اسمها لحد الآن. فلهذا زي مشاهدين شيء مؤسف أن نرى هذا اللاعب خارج خدمات الناخب الوطني جمال بلماضي وأيضا خارج قائمة المنتخب الوطني الجزائري، فنتمنى لهذا اللاعب الشفاء العاجل، يعني رغم أنه لن يكون حاضر ولكن سيكون قلبه بطبيعة الحال حاضر في هذه المباريات القادمة، فنتمنى لابن الجزائر الشفاء العاجل. أما أخيرا أعزائي المشاهدين يعني توماس فرانك مدرب نادي برينتفورد ومدرب سعيد بن رحمة حاليا، لأن سعيد بن رحمة ما زال مرتبط اسمه مع نادي برينتفورد، صرح لنا هذا المدرب أن سعيد بن رحمة سيلعب في المباراة القادمة وهو حاليا مستدعى يعني في القائمة المعنية بالمباراة القادمة. فبعد ذلك التصريح وصلتني العديد من الأسئلة صراحة وسأجيب عليها الآن في هذا الفيديو، ولكن لمن لا يعرف عن ماذا أتكلم سأطلعكم أعزائي المشاهدين بما صرح به يعني مدرب سعيد بن رحمة أي توماس فرانك. توماس فرانك مدرب سعيد بن رحمة في نادي برينتفورد صرح لنا أن سعيد بن رحمة قد تدرب بأسلوب رفيع طوال الأسبوع وجاء إلي وقال لي أنني جاهز للعب إذا سنحت لي الفرصة ليتم اختياري. وطبعا نادي برينتفورد سيلعب مباراته ضد ميلوال، وهذه المباراة أعتقد أنها صعبة، وبما أن سعيد بن رحمة لحد الآن لم يتم يعني انتقاله لحد الآن وما زال بقي متسع من الوقت صراحة، قالوا يعني قرابة 2 أسبوع على غلق الميريكاتو، فبطبيعة الحال لديه متسع من الوقت، فهو يتدرب بشكل جيد ويريد يعني أن لا يخسر مستواه البدني، وأيضا ما زال فيه حماس اللاعب، فلهذا يريد اللاعب هذه المباراة. ولكن أعزائي المشاهدين من سألني هل أن سعيد بن رحمة رسميا سيبقى في نادي برينتفورد، أقول لكم لا، يعني أنا مريش متأكد بأنه لا، ولكن أقول لكم لا، فأن سعيد بن رحمة وحسب تصريح يعني توماس فرانك قال باللي أنه سعيد بن رحمة يتدرب معنا كالوحش في نادي يعني برينتفورد في التدريبات مع الفريق الأول، ولكن يعني عقله ليس في الشامبيونشيب، عقله ليس في برينتفورد بل في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو يريد الخروج من هذا الفريق لأنه لاعب كبير وإلى غير ما ذلك. فلهذا سعيد بن رحمة يعني عاجلا أم آجلا إن شاء الله سيخرج من هذا الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن بما أنه لم يلعب في العديد من المباريات لهذا الموسم فيريد يعني العودة إلى ريتم المباريات وإلى غير ما ذلك، وعندما ينتقل سيكون جاهز جاهزية تامة لخوض المباريات مباشرة. فصرح فرانك توماس قائلا يعني أعلم أنه لاعب برينتفورد وهذا هو سبب وجوده في الفريق، وسنرى ماذا سيحدث في الأسابيع 3 أو المقبلة مهما طال الوقت، هل يمكن إغلاق نافذة الانتقالات غدا؟ يعني مشاهدين هذا ما سألوه، هل يعني يمكن إغلاق نافذة الانتقالات لسعيد بن رحمة غدا؟ صرح يعني نحن نتحدث عن واحد من أفضل 3 لاعبين هجوميين في القسم العام الماضي، كلنا نريد أن يكون لدينا لاعبين جديين في فريقنا وفي النادي، وهو من الواضح أنه لاعب كبير.
يعني فرانك توماس هنا لم يقل أن سعيد بن رحمة يعني رسميا سيبقى أو رسميا سيغادر نادي برينتفورد، ولكن حسب التوقعات سيغادر، وذلك بشكل جدي أعزائي المشاهدين إن شاء الله، يعني ما بقاش قد اللي فات وسيغادر نادي برينتفورد، خاصة أن دخل ورسميا نادي فولهام يعني غريم نادي برينتفورد الذي أقصي يعني تحت أيادي فولهام الموسم الماضي يعني في المباراة المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز بلاي أوف. فبطبيعة الحال يعني هذا النادي هو أيضا يريد، خاصة أن بعد فوز وصعود نادي فولهام الى الدوري الانجليزي الممتاز قد يعني توج بذلك اللقب وايضا توج بذلك الكاس، وبطبيعه الحال توج بمبلغ من المال قدره 150 مليون جنيه استرليني، فهذا النادي لديه المال الكافي من اجل شراء سعيد بن رحمه او اي لاعب يريدونه في هذا السوق الانتقالات، فنتمنى رؤيته في نادي فولهام او كريستال بالاس او في اي نادي اخر، ولكن سعيد بن رحمه يعني هذه المباراه مجرد ان يحقن دماء جديده من اجل العوده الى المباريات وريتم المباريات. فبطبيعة الحال المشاهدين كان هذا فيديو اليوم، أتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم، ولكن سؤال هذه الحلقة يعني ماذا تعتقدون؟ أعطونا آراءكم في صندوق التعليقات عن المباراة الودية التي سيواجهها المنتخب الوطني الجزائري في 9 من أكتوبر، أعلمونا في صندوق التعليقات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.